مرورية الجزاء. عمار عمور يقدم الكثير والكثير لشباب الوزداد خاصة في هذه اللقطة، يتسبب في طرد اللاعب جغبالة، يستعيد كرة من جغبالة يرتكب عليه الخطأ، ينفذ كرة ثابتة وهدف أول لشباب الوزداد. وكنا قلنا المباراة ممكن يحسمها كرة ثابتة والآن هذا هو الدليل، ولكن نقول كرة كانت يعني نعاود نشاهد كرة كانت مقوسة، وحتى شوشي نظن يعني ما يقدر يعمل حتى شيء يعني في عندما تجيك كرة بهذا الشكل. تنفيذ الكرة بطريقة سهلة وبسيطة وذكية جدا من عمار عمور يفتتح باب التسجيل ربما للمباراة وجه آخر بعد هذا الهدف الأول. ربيح ربيح في من إضافة الهدف الثاني لفريق شباب الوزداد من كرة ثمينة وثمينة جدا. خرباش نقدر نقول يقتل المباراة بإضافة الهدف الثاني لصالح فريق شباب الوزداد. كنا براتشي غامر وهذا هو المطلوب منه، ولكن قلنا كذلك ان شباب الوزداد قادره ان تقتل المباراه، وهدف يعني نقدر نقول جميل وجاء في الوقت يعني المناسب. نظن المباراه نقدر نقول انتهت بفوز شباب الوزداد. اذا خرباش يتمكن من اضافه الهدف الثاني بهذه الطريقه، كره طويله المراوغه والتسجيل بهدوء. شوشي ليس له ما يفعله في هذه الكرة، أيضا هدفين دون مقابل لصالح شباب الوزداد أمام مولودية العاصمة في هذا الدربي لحساب الجولة 12 من البطولة الاحترافية الدرجة الأولى.